إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. Oh,
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عند الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والخاشعين والحافظين فروجهم
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد ضل ضلالا مبينا. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه فلما قضى زيد منها
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يقول على المؤمنين حرج في الزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا ما وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الذين يبلغون رسالة
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء سبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم صدق الله العظيم.